بنروح للشأن المحلي وبنبتدي للأسف بأخبار كورونا ومتابعة البيان اليومي لوزارة الصحة. بس من الأخبار الحلوة في الموضوع ده إنه المنحنى عامل كده، المنحنى نازل، يعني الحالات بتقل. أي نعم مش كتير، يعني الهبوط في الأرقام قليل شوية، بس ده يعني تفائلوا خير بيه. البيان أو آخر أرقام صادرة عن بيان وزارة الصحة امبارح بتقول إنه في 407 متعافي خرجوا من المستشفيات بعد ما تلقوا الرعاية الطبية، تم الإعلان عن تمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. إجمالي المتعافين لحد دلوقتي 130514 حالة. إجمالي أو الجديد في حالات المصابين 521 حالة جديدة، والوفيات عندنا 47 حالة جديدة. عشان كده بقول لحضراتكم المنحنى بينزل، لأنه كنا 600 بعد ما كنا 1000 وشوية، نزلنا 700 600، فإحنا في 500 دلوقتي، وده يعني شيء مبشر. والوفيات كمان قعدت فترة يمكن 3 أسابيع أو حاجة، إحنا 55 و50 والأرقام دي، فإحنا نزلنا عن 50، فده برضو مؤشر كويس. إجمالي الأرقام لحد دلوقتي المصابين في مصر 167013 حالة، من ضمنهم المتعافين، وإجمالي الوفيات 9407. نأكد تاني على الإجراءات الوقائية وضرورة الالتزام بيها حتى مع توفر اللقاح، وطبعا مش كل الفئات هتتطعم بيه في الأول، لكن في فئات هتكون أولى. ومع ذلك حتى اللي هياخد التطعيم لابد وضروري وواجب عليه إن هو يلتزم بالإجراءات الوقائية.